الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما مزيدا. وبعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. روى الإمام مسلم وأبو داود وأحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قفأ فرفع رأسه مبتسما فقلنا: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الكوثر نهر وعدنيه الله عز وجل، عليه خير كثير، قال: آنيته عدد نجوم السماء، قال: يورد أو تورد عليه أمتي يوم القيامة، ثم يحجب العبد منهم فأقول إنه من أمتي، فيقال له: إنك لا تدري، أو إنه لا تدري ما أحدث بعدك. انتهى الحديث، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وجاء في رواية أحمد وغيره أن على ضفتيه الزعفران واللؤلؤ والياقوت وتربته من المسك. إن شاء الله نقف مع هذه الآيات. يقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، أي لرسوله صلى الله عليه وسلم، أي أعطيناك هذا النهر العظيم وأكرمناك به في الآخرة، كما أكرمك الله عز وجل بالنبوة والرسالة واصطفاك بها في الدنيا. فالله عز وجل اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزه في الدنيا بهذا القرآن الكريم وهذا الوحي وهذه الرسالة، كما قال الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالله عز وجل أمره أن يقول للناس أنه هو بشر ومثلهم، أي في خلقه، فهو مخلوق من طين كالبشر، وله أم وأب كالبشر، ويأكل الطعام كالبشر، ويتزوج النساء كالبشر، كما في الحديث الذي فيه أن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى بيته ليسألوا عن عبادته، فلما أخبروهم كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. فلما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع المنبر وقال: أما بعد، فإني أتقاكم لله وأعلمكم به، فإني أتزوج أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو بشر، ومثل البشر له صفات البشر، لكن الله أكرمه واصطفاه من البشر بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبده. لذلك لا ينبغي للمسلم أن يعطي شيئا من صفات الله ومن حقوق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو، قال: لا تطروني، ما تطروني أنا، قال: كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد لله
فقولوا عبد الله ورسوله. وقال إياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في أنبيائهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الغلو فيه. والغلو شنو؟ إنك تدي حاجة ما حقته. الما حقه شنو؟ إنك ما تعبد مع الله عز وجل. لأن العبادة دي ربنا رسلها الرسول، ربنا ما رسل الرسول إلا لهذه الغاية العظيمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وحدوا واجتنبوا الطاغوت. ما تعبدوا؟ تعبدوا كيف؟ في ناس بيعبدوا؟ نقول نعم. لما الواحد يمرق من الجامع يكون صلى ويعتر يقول يا النبي تلحقنا، ولا كان جاته يقول يا الرسول. الشافعي كان قح الناس يقول يا الرسول يا النبي. كذا تعبدته لأنك دعيته مع الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. ويقول لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني ولدك لو قح ما تعلمه وادخل تليه في أضانه يقول يا النبي ولا يا الرسول. الرسول يتبع يحب يطاع لكن ما يعبد مع الله. لذلك يحذر هو صلى الله عليه وسلم. لما واحد من الصحابة قال لي ما شاء الله وشئت، ما دعا، قال لي وشئت بس، قال لي جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فإنت حب الرسول توحيده، توحيد الله عز وجل. إنت بتحب الرسول توحد الله، لأنه دي الغاية التي بعث من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. وربنا يأمر في القرآن قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. يعني قال لي قل للمسلمين وقل لأتباعك وقل للذين تدعوهم للإسلام أنني أدعو الله. قل إنما أدعو ربي، الله ربي، ولا أشرك به أحدا. بدعو الله وحده وما بشرك معه أحد. أحد يدخل فيها أي مخلوق. الملائكة يخشوا، الصالحين يخشوا، الجن يخشوا، الكل لا يستحق العبادة مع الله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الكل لا يستحق أن يدعى أو أن يعبد أو أن يسأل أو أن يستغاث مع الله عز وجل. حق الله ده إنه الناس تنادي وتعبد وتتوكل عليه وحده. ما تتوكل على حجاب مع الله. إذا كنت أنت متبع الرسول صلى الله عليه وسلم وبتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول من علق تميمة فلا أتم الله له، وفي رواية من علق تميمة فقد أشرك. إنما التمائم والتولة شرك. وأمره الله عز وجل قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبي الله بتوكل عليه وحده. حسبي أي وحده الذي يكفيني، يكفيني من كل شر، الله عز وجل. وأيضا الله يقول له ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن لمن الظالمين. فإنك إذن من الظالمين. ما لا ينفعك، الكل لا ينفع ولا يضر. لذلك المسلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أنه يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ده من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة. لكن الناس تقول الذكر ده وشوف الحجاب عشان يجيب الرزق. وانت قبل شوية قلت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله والتوكل على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نال الفضل في الدنيا والآخرة إلا لأنه رسول الله وداعية إلى الله عز وجل وعبد الله. النبي يأمر المسلمين قال وقولوا، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسول. والله سماه بعبده في أكثر من آية. سبحان الذي أسرى، سبحان الذي أسرى بعبده. فهو عبد لله لا يستحق أن يعبد مع الله. عشان كذا الجارية لما قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، يعني الرسول قالت بيعلم بكرة في شنو، النبي نهاها في صحيح مسلم. قال لي ما تقولي كذي، قولي بما كنت تقولي، لكن الكلام ده ما تقولي غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. بكرة أنا ما بعرفه.
دي تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، وده منهج الرسول، موش منهج الرسول بالشعارات. نحن بنريدك يا رسول الله، أروينا من ريدك يا رسول الله. ما كذي منهج النبي صلى الله عليه وسلم إنك تعبد الله وحده، تكون عقيدتك في الله وحده، البعلم الغيب الله وحده، البد الجنة الله وحده، البيقول لشيء كون فيكون، دي أناس أبو جهل ما كان بيقولها. زي ما قال لك أخونا هنا في طبقة وضيف الله بيقول الطبقة الثانية للأولياء، دي المرتبة الثانية مش الفوق، الثانية للأولياء، إنهم أن يقولوا للشيء كن فيكن. ودي المشركين الأوائل ما كانوا بيقولوا، فالذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تمنو ده الله عز وجل. فنحن للأسف وصلنا لمرحلة دي، المسلمين وصلنا لمرحلة نناقش فيها اللي بيقول لشيء كن فيكون الله، ولا دفع الله ودى الأرباب، زي ما مكتوب في كتاب طبقات وضيف الله. ونحن إذا كان في عقائد زي دي ما تتعجب إن السكر يبقى بستين ولا بمية، لأن نحن ما عبدنا الله عز وجل. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ربنا قال عن اليهود ولو أن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قال لو أقاموا الدين لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالإنعام والرغد بتاع العيش بالتوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن بالإيمان وعدم لبس الإيمان بالشرك. الرغد بتاع العيش في توحيد ربنا عز وجل. ولو أنهم استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. فالسعة في العيش تكون باتباع رسول الله وقبله بتوحيد الله عز وجل. شان كان الناس لو دايرة صلاح في البلد، صلاح أي نوع أمن اقتصادي، عليهم يرجعوا لله ويرجعوا للكتاب والسنة. ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالناس تتوب. لذلك العباس في دعاء الاستسقاء قال اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فعلى الناس إنه يرجعوا للتوحيد، يتوبوا من الشرك والشيء ويرجعوا للتوحيد، بذلك يستقيم لهم دنياهم إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا. ونقدم الشيخ محي الدين.